بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ما زلنا بنتكلم في الـ API Plans، طيب، واللي هو برضو البلانز المستخدمة في السنجل ميكانيكال سيل، ميكانيكال سيل الواحد، واللي هو بيتبرد او بيتحصل له عملية كليننج تنظيف بنفس السائل اللي بتدفعه الطرمبة، ما نجيبش حاجة من بره، يبقى حتى الآن ما دخلناش أي حاجة من بره. طيب نكمل البلان اللي معانا دلوقتي، هو بلان 14. بلان 14 في اتجاهين، احنا كنا زمان يا اما بناخد من الطرد نحط على الستافنج بوكس ونطلع، يا اما بناخد من الستافنج بوكس نرجع على السحب. احنا الحاله دي معانا الاثنين، هنحط اورفيس على خطين. طيب احنا بنعمل ايه بقى؟ بناخد خط من الطرد ونحط عليه اورفيس وندخله على الستافنج بوكس، وبدل ما كنا بنحط ورا ظهر الامبلر الفلو يمشي من ظهر الامبلر على السحب، لا، هناخده من جوه الميكانيكال سيل تاني ونحط عليه اورفيس ونحطه على السحب. يبقى الدخول والخروج دلوقتي اصبحوا من خطين خارجي، خط خارجي، فبقى دايما حاسس الفلو وقف ولا ما وقفش، شغال ولا لا عن طريق الحرارة. طب تعال نشوف كده، اهو ادي اورفيس اهو. ده ايه الاورفيس ده؟ ده اورفيس على الخروج بتاع الميكانيكال سيل. طب تعال نشوف كده خط الطرد، تعال نبص على خط الطرد الاول، اهو ادي خط الطرد اللي هو واخد منه باي باس، حاطط عليه اورفيس، الاورفيس ده مدخل على الستافنج بوكس جوه الميكانيكال سيل، نظفته تمام زي الفل، رحت جاي واخد خط خارج مرجعه على السحب وحاطط عليه اورفيس برضه. يبقى عندي هنا خطين، ادي الخط الاولاني الدخول وعليه اورفيس طبعا عشان يقلل الضغط شويه، وبعدين ادي خط الخروج تاني، ادي خط الدخول على الميكانيكال سيل واخد من الطرد على الستافنج بوكس، بردت الميكانيكال سيل ونضفت الستافنج بوكس، وبعدين اخد من الميكانيكال سيل بعد ما خلاص بردته اخد ارجع على السحب تاني. يبقى ادي الخطين بتوعي بس الاتنين خارجيين، مفيش حاجه من جوه. ده بلان كام؟ زي ما قلنا ده بلان 14. طيب ولازم يبقى فيه اورفيس في الحالتين. بلان 14 اهو لو نشوفه في الحقيقه بقى بيبقى كده، ادي الترومبه هي لو راسيه نتيجه السرعه العاليه، فبقى عايز اضمن دايما في فلو وابقى شايفه بعيني، فاحط الخطين، اخد من خط الطرد اللي هو الخط الصغير لو ناحية الشمال دايما، ده الصغير الطرد بيبقى أصغر من السحب، وحط على حط أورفيس، وبعدين أحط عداد، عداد ضغط، وعداد ممكن يبقى فلو كمان عشان أبقى شايف، وأخد منهم أدخل على الميكانيكال سيل، وأخد من الميكانيكال سيل أحط على السحب. طب أنا محطيتش على السحب غير أورفيس بس وخلاص على كده. طيب يعني نشوف تاني أهو اللي هو الخطوط اللي باللون الأحمر دي هي الفلاشنج، خدت من الطرد دخلت على خط من الطرد، حطيت اورفيس، دخلت على الستافنج بوكس، طلعت من الستافنج بوكس خط تاني خارجي اورفيس برضو وديته على السحب. تعالى نشوف بلان 21. بلان 21 هنا هاخد من الطرد برضو، هستغل ضغط الطرد، احط على ادخل على اورفيس، وبعد الاورفيس لا ده السائل اللي بدفعه الترمبه ده سخن، فمش هينفع ادخله على الميكانيكال سيل، انا عايز ابرد مش عايز اسخن والا هيتحرق. يبقى احط بعد الاورفيس احط مبادل حراري اسقع بيه، احط تي اي، وبعدين ابتدي يبقى ادي الاورفيس، وبعدين في مبادل حراري، وبعدين ادخل على الستافنج بوكس، وبعد الستافنج بوكس ادخل على ظهر الامبلر تاني. تعال نشوفها كده اهو، اللون الاخضر ده اهو واخد من الطرد الخط، ادي الخط واخد من الطرد، دخل على اورفيس، من الاورفيس مدخل على الكولر، ادي الكولر اهو دخل برات تبريد، بعد ما برات اخده من الكولر ادخله على الميكانيكال سيل، يخش جوه الميكانيكال سيل، وبعدين يروح من ظهر الامبلر على خط السحب تاني اهو، ادي الدخول، وبعدين في تمبريتشر انديكيتور، في حاجه بتقيس الحراره، حاجه بتقيس الضغط، بي اي وتي اي، وبعدين في اورفيس، دخلت على الكولر بردته، طلعت من الكولر دخلت على الترومبه تاني. هنشوف شكله في الحقيقه بيبقى ازاي. بلان 21 نفس الحكايه، هو خط من الطرد على كولر، من على الكولر خدت، ممكن اكون حاطط عدادات تي اي على الدخول والخروج عشان اعرف كفاءة المبادل، فتلاقي ممكن تي اي على الدخول والخروج، دخلت على الميكانيكال سيل، ومن ظهر الميكانيكال سيل على الامبلر تاني اهو كده كده كده، تمام كده. ان شاء الله الفيديو اللي جاي نتكلم على بلان 21.